كان من أبرز رجال الأسد، تولى مناصب حساسة في الدولة، إلا أنه انشق عن النظام السوري وكشف أسراره، ومنها إنهاء حياة المسؤولين الكبار في الدولة. فمن هو العميد نبيل الدندل وما قصته؟ ولد العميد نبيل الدندل في عام 1980 في محافظة دير الزور، وينتمي لقبيلة العقيدات في مناطق شرق سوريا، حيث يعد واحدا من أهم رجالها وله شعبية كبرى. تولى الدندل العديد من المناصب الهامة في سوريا، أبرزها رئاسة فرع الأمن السياسي في مدينة اللاذقية، ورئاسة وزارة الجوازات في دير الزور، ورقي في العام 2010 إلى رتبة عميد. وعند اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، كان العميد نبيل الدندل من أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية التي أعلنت معارضتها وانشقاقها عن نظام الأسد، بسبب أنه تم تكليفه بحمل السلاح والتصدي للمتظاهرين في مسقط رأسه بدير الزور، حيث قال إنه من المستحيل أن يحمل السلاح في وجه أقاربه وأهالي المنطقة. وخرج العميد في مقطع فيديو أعلن انشقاقه، رافضاً ما يقوم به الجيش السوري من التصدي للمعارضين بعنف وإنهاء حياة كل من يعارض النظام، ودعا ضباط النظام للانشقاق والانضمام للثورة السورية. وانتقل العميد المنشق بعد ذلك إلى منطقة البوكمال، والتي تحررت من قبضة النظام حينها، ومكث هناك 6 أشهر، ثم انتقل بعد ذلك إلى تركيا. ومنذ انشقاق الدندل وتصريحاته تثير الجدل بين الحين والآخر، فسبق ودعا العميد المنشق دولة العدو إلى ما أسماه مد يد العون للشعب السوري في مواجهة الرئيس بشار الأسد، وقال حينها إنه على استعداد للتفاوض مع العدو من أجل التوصل إلى سلام مع الدولة، مشيرا إلى أن موقفه يعكس موقف غالبية الشعب السوري، كما أنه يظهر في لقاءات تلفزيونية ليكشف خفايا وأسرار النظام السوري. وكان آخر ظهور له على فضائية MBC في برنامج السطر الأوسط، والذي كشف خلاله عن مدبر حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، حيث قال إن ماهر الأسد تحدث مع رستم غزالة عن ضرورة إنهاء حياة الحريري. كما أشار إلى أن اللواء جامع رئيس المخابرات العسكرية لدير الزور هو من أعطى التعليمات وقت الحادث، حيث كان يراقب الموكب الذي يسير فيه الحريري برفقة ضابطين. وتحدث أيضا عن مسؤولية النظام عن إنهاء حياة وزير الداخلية غازي كنعان واللواء جامع، وتطرق أيضا إلى حادث إنهاء حياة رئيس الوزراء محمود الزعبي.